السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. مرحبا بكم تلاميذ السنة الثانية من التعليم المتوسط. روحوا إلى إلى نص هدية لأمي، أسئلة. قبل ما نجاوب على الأسئلة نعطيكم الأفكار الجزئية والفكرة العامة لنص هدية لأمي مع القيمة التربوية. معلوماتي. نروح الآن لأتذوق نصي. أعيد قراءة نص هدية لأمي ثم أجيب عن الأسئلة الآتية. حدد الفكرة العامة للنص. كنا قد حددنا الفكرة العامة، معليش نزيد نعطيكم فكرة أخرى. تقديم نورا البنت هدية لأمها وفرحة هذه الأخيرة، يعني الأم بها. ما النمط الوارد في النص؟ اذكر بعض مؤشراته. النمط الوارد في النص وصفي، ومن مؤشراته كثرة النعوت، هناك نعوت كثيرة، وكذلك الأحوال وكثرة الصور البيانية. ما نوع العاطفة التي تلمحها في النص؟ العاطفة في النص هي عاطفة محبة وحنان. استخرج من النص قيمة اجتماعية. إذا القيمة التربوية عطيتها لكم، نزيد نعطيكم قيمة أخرى، قيمة اجتماعية. القيمة الاجتماعية هي التهادي، إذا تتمثل في التهادي. فالهدية تعزز روابط المودة والمحبة بين الأفراد، فإذا سادت المحبة في المجتمع تمسك تمسكا قويا كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا. خامسا، حدد المشبه والمشبه به في العبارات الآتية: كأن الفتاة بائعة لابقة. كأن الفتاة بائعة لابقة. باء، توالت القبلات على الأم كالسيل المنهمر. إذا هنا المشبه والمشبه به. إذا شبهنا الفتاة هنا بالبائعة. إذا الفتاة مشبه وبائعة مشبه به. هذه الصور البيانية. ب، القبلات على الأم كالسيل المنهمر. إذن شبهنا القبلات بالسيل المنهمر. إذن هذا نعت ومنعوت، هنا نعت والمنعوت. إذن القبلات هي المشبه، السيل المشبه به. سادسا، لخص مضمون النص بأسلوبك الخاص. نروح للتلخيص. تلخيص النص: عندما قدمت نورا البنت هدية لأمها المتمثلة في ثوب جميل بقبلات حارة، جعلت الأم مندهشة وحائرة، ثم أعجبت بهذه الهدية والطريقة في تقديمها، وبادرتها بالحنو والتقدير لأنها تذكرتها، والهدية تعبر عن المحبة والمودة، ولم ترد أن تفسد فرحة أمها بدموعها. حولتها إلى موقف فرحة وظرافة، وأوقفت بذلك دموع أمها قبل الخروج. نروح لأتدرب. خذ قلما وكناشا واصغي لنشرة الأحوال الجوية الخاصة بالوطن لهذا اليوم مدونا إياها في رؤوس الأقلام. إذن هذا مثال فقط. كانت الأجواء صافية على العموم في المناطق الشمالية. درجات الحرارة معتدلة في الشمال وحارة في الجنوب. حالة الطقس المرتقبة لنهار الغد. البحر هادئ إلى قليل الاضطراب. شروق الشمس يكون على الساعة 6:30، غروب الشمس على الساعة
25 دقيقة. وهكذا نكون قد أنهينا تحضير نص هدية لأمي. ارتقبوا في الفيديو القادم إن شاء الله. أنتج وضعية إدماجية لأنتج صفحة 20. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.